جولة في كتاب مع أميرة الفاضل. مرحبا، قصتنا اليوم عن ملالا. ملالا فتاة باكستانية تحدت الطالبان حتى قرروا اغتيالها. ولدت ملالا في مجتمع يتشائم من الإناث ويعتبر أن ولادة الأنثى تجلب الفقر للعائلة، لكن والدها ضياء الدين يوسف سي كان منفتح العقل وحباً للعلم والثقافة ولا يرى فرقاً بين الإناث والذكور. سماها والدها بهذا الاسم تيمناً بملالي مايواند الأفغانية اللي كان لها شعبية كبيرة في بلادها في أفغانستان بسبب مشاركتها للجيش الأفغاني ضد الاحتلال البريطاني لبلادهم. ورثت ملالا عن والدها حب التعليم والتعلم التي لم تكن تعرف القراءة أو الكتابة. كانت تعيش حياة هادئة إلى أن سيطر الطالبان على المنطقة اللي تعيش فيها، تحديداً وادي سوات في باكستان. تصفهم ملالا وهي في العاشرة من عمرها وتقول: عمامات سوداء، لحى طويلة، وجوها عابسة، يحملون الأسلحة أينما ذهبوا. مع ذلك ما كانت تصرفاتهم همجية كما هو متوقع، لكن في غضون سنوات قليلة خرج الأمر عن السيطرة، خاصة بعد أن أصبح شخصاً يدعى فضل الله زعيمهم. حينها أصبحت تهديدات القتل تلاحق كل من يخالف الرأي. حرم فضل الله التلفزيون والأقراص الرقمية ومنع خروج النساء من منازلهم، ثم أمر بإحراق المحلات المخالفة. وما اكتفى بكذا، أراد أن ينشر أفكاره بشكل أكبر، فاستولى على الراديو وبدأ في إلقاء الخطابات وتعريف نفسه بأنه من دعاة الإصلاح، وقال إن الفتيات اللاتي يتوقفن عن التعليم سيدخلن الجنة، وقرر إغلاق المدارس العادية واحدة تلو الأخرى وإبقاء المدارس الدينية فقط. قاومت ملالا وقلة من الفتيات هذه الأفكار، واستمروا في الذهاب إلى مدرسة والدها المهددة بالإغلاق في أي لحظة، حتى حدث الأمر الذي وضع ملالا في قائمة ألد أعداء طالبان. اتصل بوالدها أحد مراسلين الإذاعة البريطانية وقال أنهم يبحثون عن معلمة أو طالبة تكتب مقالات عن ما يحصل للنساء تحت سطوة طالبان. وفعلاً بدأت ملالا بالعمل معهم تحت اسم مستعار، ولاقت هذه المقالات انتشاراً واسعاً بين الطالبات والمعلمات. اشتعل غضب طالبان، خاصة أنهم لم يعرفوا من يكتب هذه المقالات. بعدها بأيام أغلقت جميع المدارس، فظهرت ملالا علانية في مقابلات إذاعية وتلفزيونية تتحدث عن معاناتهم. لاحقتها هي وعائلتها تهديدات القتل، لكن والدها لم يتوقع أن تجرؤ طالبان على قتل فتاة لم تتعدى 14 من عمرها. انتقلت العائلة لمدينة أخرى لإيجاد مدرسة تلتحق بها ابنتهم. وفي صباح أحد الأيام أوقف شابان ملثمين حافلة المدرسة وسألوا الطالبات بصوت مرعب: من منكن ملالا؟ تقول ملالا: لم تنطق الطالبات بكلمة، لكن أنظارهم اتجهت نحوي، وعلى الفور أطلق الشاب النار عليها. غابت عن الوعي لأشهر، وعندما أفاقت وجدت نفسها في إحدى مستشفيات إنجلترا. أخبروها أنها كانت ستموت في مستشفيات باكستان، فأرسلت الإمارات العربية المتحدة طائرة مجهزة لنقلها إلى مستشفى الملكة إليزابيث في إنجلترا. انتهى الكابوس وأصبحت ملالا رمزاً للشجاعة، وحصلت على العديد من الجوائز تقديراً لنضالها في كسب حق تعليم الفتيات في باكستان، أهمها كان جائزة نوبل للسلام عام 2014. الفكرة: قف على ناصية الحلم وقاتل. كنتم معي أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.